لا، اهلا بكم يا شباب. في الفيديو ده هوري لكم الشكل العام لمنظومة الطاقة الشمسية المتصلة بالشبكة. طبعا زي ما قلنا في الفيديوهات اللي فاتت، بيبقى عندي عبارة عن مجموعة من الالواح اللي احنا بنسميها مصفوفة الفوتوفولتية او البي في موديولز، اللي هي بتركب عبارة عن سترنجات بنوصلهم على التوالي، تمام، وبنوصل مجموعة السترنجات دي مع بعض على التوازي، وبالتالي بيطلع عندي مصفوفة الطاقة الشمسية. طبعا كل واحد من دول اللي هو البي في موديول، تمام، بيتركب على هيئة سترنجات عبارة عن مجموعة من التوالي، وبعد كده بركبهم مع بعض على التوازي. طبعا باخد كل الأطراف دي يا شباب وبجمعها من خلال صندوق التجميع، من خلال يبقى أنا باخد كل ألواحي، كل الأطراف بتاعة الألواح بتتجمع على هيئة طرفين، بيروح على صندوق التجميع. طبعا عشان أحمي الخلايا وأحمي باقي الدايرة، بركب مفتاح على الدي سي اللي هو الديسكونكت سويتش، زي ما انت شايف الايد الحمراء دي انا بنزلها كده، بيبقى انا ايه فصلت، او بطلعها بيبقى انا ايه فصلت حسب نوع الدي سي كونكت سويتش بتاعي. المهم ان انا في عندي الدي سي كونكت او دي سي ديسكونكت سويتش، تمام. طبعا باخد من الديسكونكت سويتش، بركب هنا مفتاح عزل، تمام، عشان اقدر اتحكم في عملية الفصل والتشغيل بصفة عامة. طبعا هنا باخد التحكم للشحن، لو انا دلوقتي واخد السيجنال دي دي سي، اروح طالع بيها رايح على مين؟ رايح على البطاريات. في ناس طبعا بتوصل ديسكونكت تاني عند البطاريات، او بيوصل عليه فيوزس، تمام، على اساس ان هو يحمي البطاريات. بعد ما خدت دي، اروح داخل على خلية قطع التيار المستمر، تمام، اللي هو انا ممكن الخلية دي اركبها او ما اركبهاش، انا في عندي ديسكونكت سويتش ممكن يكفيني، تمام. بعد كده اروح داخل على الانفرتر، ده كله ناحية الدي سي. دخلت على الانفرتر، زي ما شفنا في المحاضرات اللي فاتت، الانفرتر بيحول الدي سي الى اي سي، يعني اللي هيطلع لي هنا الناحية التانية الخارج بتاع الانفرتر اي سي. طبعا قبل ما ادخله على اللوحة بتاعت البيت، بعمل ايه؟ بروح مدخله على اي سي ديسكونكت سويتش، عشان ابدأ احمي الدوائر من اي تيارات زيادة عندي في الدايرة، او اقدر اسهل على نفسي عملية الصيانة بان انا بفصل الديسكونكت سويتش. طبعا دي اللي هي خلية قطع التيار، اللي هي اللوحة، تمام، اللي راكب فيها الأحمال بتاعتي. طبعا أدي أحمال، دي اللوحة الرئيسية للبيت بيبقى راكب فيها باقي الأحمال. ندخل على، تمام، الداخل الرئيسي أو المين سيركت بريكر، ونروح طالعين على مين؟ العداد، وبالتالي العداد هيروح موصلني لشبكة أو شركة الكهرباء. طبعا حسب نوع العداد، في باي دايركشنال اللي هو العداد باي دايركشنال الثنائي، تمام، ده بقدر ابدا اخد الكهرباء من المحطه وابيعها لشركه الكهرباء، او الكهرباء جايه من شركه الكهرباء رايحه على الاحمال، وبالتالي العداد ده باي دايركشنال. يبقى ببساطه كده انا فيها عندي الالواح، الالواح بتوصل توالي بنسميها سترنجات، وبعد كده بوصل المجموعه بتاعت التوالي على التوازي، بجمعهم كلهم في الكومباينر بوكس او صندوق التجميع. دايما بركب دي سي ديسكونكت سويتش عشان احمي من ناحيه الدي سي، وبعد كده طبعا بيبقى في عندي متحكم في الشحن، بركب معاه ديسكونكت سويتش على البطاريات، يبقى متحكم الشحن والبطاريات مع بعض. وبعد كده بروح داخل على لوحه، تمام، قبل العاكس، او اللوحه دي في بعض الاوقات بتبقى مش موجوده، اللوحه دي في بعض الاوقات يبقى واصل عليها الدي سي لودز، يعني احنا شايف الاحمال هنا نقدر نقول الاي سي لود والدي سي لودز، يعني انا عندي ديسكونكت سويتش خلاص على الـ عندي ديسكونكت سويتش على الدي سي بعد الالواح مباشره، وعندي ديسكونكت سويتش على البطاريات، وعندي ديسكونكت سويتش ناحيه الاي سي، دي بيركب عليها الاحمال الدي سي. لو انا عندي احمال دي سي هنا، شايف السهم ده، لان السهم ده اهو احمال اي سي وهنا احمال دي سي، تمام، وبروح داخل على الانفرتر، والانفرتر طالع على الديسكونكت سويتش الاي سي، وبعد كده اروح رايح على اللوحة الرئيسية للبيت أو اللي بتغذي المبنى بتاعي، ومنها أروح رايح على العداد. ده كان شكل مبسط لنظام طاقة شمسية كامل متصل مع الأجهزة المساعدة اللي احنا بنسميها، اللي هي الديسكونكت سويتشز والمتحكم الشحن والبطاريات وصناديق التجميع. ده كله إن شاء الله تعالى هنتعامل معاه أو نتعرف عليه كمان في فيديوهات تانية بالتفصيل، وأشوفكم في فيديوهات تانية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.